بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مع محاضرة أسس علم النفس. موضوعنا النهاردة بخصوص النمو المعرفي للأطفال والمراهقين. أهداف المحاضرة النهاردة هنتعرض لأهم نظرية من نظريات النمو المعرفي، وهي نظرية جان بياجي العالم السويسري والبيولوجي صاحب أفضل نظرية ثابتة من نظريات النمو المعرفي. تتلخص نظريته في فكرتين أساسيتين هما التمثيل والموائمة. بمعنى التمثيل مفهوم بيولوجي اللي هو زي التمثيل الغذائي زي الهضم، إن الإنسان بيتعامل مع البيئة الخارجية، بيتلقى المعلومات، يقوم بعملية تمثيل أو هضم ليها، ثم يكيفها فيما بعد مع المستجدات التي تواجه حياته. هذا التمثيل والموائمة يخضع لمبادئ أساسية ويميز مراحل النمو، كل مرحلة تتميز بمستويات معينة من التمثيل والموائمة. العالم السويسري جان بياجي هو والعالم الروسي ليف فيغوتسكي، تقريبا هما الاثنين عملوا لنا منظومة في تفسير نمو الأطفال وتطور قدراتهم عبر مراحل النمو. العالم السويسري اهتم بالنمو المعرفي في علاقة الإنسان عن طريق أجهزة إدراكه الحسي وتعامله مع هذه المعلومات التي ترد إليه، وكيف يقوم بمعالجتها ثم تطويرها فيما بعد، ثم ربط هذه المعلومات فيما بينها كي يكون مفهوم عن العالم الخارجي. أما ليف فيغوتسكي فكان اهتمامه الرئيسي بأحد أهم مظاهر النمو الإنساني، وهو نمو اللغة وعلاقة المجتمع بنمو اللغة. وعامة العالمين دفعوا البحوث العلمية في الاهتمام بدراسة النمو المعرفي عبر مراحل الحياة دفعا متميزا. لذا سوف نعرض النظريتين، هنعرض نظرية جان بياجي اليوم، وثم سنعرض لنظرية ليف فيغوتسكي في محاضرة لاحقة، حتى نعطي هاتين النظريتين حقهما من الشرح. ليه؟ لعدة أسباب. أولا، إحنا متعاملين في مجال الرعاية الصحية، وخاصة فيما يتعلق بنمو الأطفال أو مجال طب الأطفال على سبيل المثال، وهناك أحوال كثيرة يمكن أن نهتم بها كأصحاب رعاية صحية في دراسة عملية النمو. طبعا عندنا النمو، في عندنا نمو جسمي، وفي عندنا نمو اجتماعي، وفي عندنا نمو انفعالي، وفي عندنا نمو معرفي وعقلي، ومناحي النمو متعددة. لكن ايه أهمية النمو المعرفي عندنا هنا؟ ناخد على سبيل المثال، أنا كمتعامل في مجال الرعاية الصحية بيمر علي أطفال كتير من لحظة الولادة وحتى مراحل نموهم التالية حتى سن دخول المدرسة وما بعده. طيب، إذا كنت أنا كمتخصص في الرعاية الصحية وفاهم أن هناك توقعات للنمو الطبيعي عند الطفل، وإن هو إذا كان في سن معين ما ظهرش عليه أنه مر بهذه المرحلة بقدرتها بنواحي نضجها، بنواحي تفاعلها مع البيئة ومع الآخرين، إذا ما كانش عندي هذه المعلومة هقدر أكتشف وأرشد وأوجه بالطريقة السليمة الأسر المتعاملة معايا، هل ابنكم يحتاج إلى تدخل أم لا؟ يعني على سبيل المثال، طفل ما بيعرفش يميز بين الأحجام، كلها عنده متساوية، يعني الكبير زي الصغير. احنا عارفين ان القدرة على التمييز بين الحجوم
او المساحات او الاطوال، قدرة التمييز دي تميز مرحلة من مراحل النمو المعرفي. اذا كان الطفل في هذا السن او في سن معين ما اظهرش هذه القدرات، يبقى عنده تأخر. يبقى الاولى بينا احنا كمتعاملين ان احنا نقول لا، ده هنا عندنا نقطة يجب ان نرشد اليها المتعاملين من اسر ومن امهات ومن حتى لو في مجال الرعاية الصحية داخل المدرسة. اهتم جنب يا جي بتوضيح مفهومين رئيسيين في نظريته، وهي مفهوم التمثيل ومفهوم الموائمة. جنب يا جي المولود سنة 1896 إلى والمتوفى في 1980، خلال وهو عالم بيولوجي، هو مش عالم نفس، لكنه انتهج منهج المشاهدات الإكلينيكية في تسجيل أحوال 3 من أطفاله. يعني كان زي أي كلينيشن قاعد بيسجل الظواهر التي تظهر أمامه ويقوم ببحوثه ويضع فروض نظريته. فبحوثه بالفعل حتى الآن تتسم بالثبات وصدق الفروض حتى الآن. افترض بيجي أن العقل مثله مثل الوظائف البيولوجية، هو نتيجة لمراحل من التكيف التطوري، يعني adapted، أي أنه يتطور وفقا لظروف وأحوال البيئة التي تحيط به من مثيرات ومن مستجدات. يرى بيجي أن أفضل طريقة لفهم طبيعة عقل الراشد هي عبر دراسة النشاط العقلي من لحظة الميلاد. يعني بيجي بيقول بكل بساطة أن عقول الراشدين اللي هم تخطوا سن الرشد أو تخطوا سن الطفولة أو المراهقة، علشان نفهم طريقة أو طبيعة عقل الراشد لازم ندرس النشاط العقلي من لحظة الميلاد ونلاحظ تطوره وتغيره كاستجابة تكيفية. معني هنعرف إن التنظيم والتكيف، إذن العمليات العقلية منظمة ويقع المخطط في قاعدة أو المخططات في قاعدة هذا التنظيم العقلي. بمعنى إذا هذه المخططات لم تتكون، هيبقى عندي مشكلة في نمو النظام كله على بعضه. على سبيل المثال في الأطفال اللي عندهم سيريبرال بالسي، السيريبرال بالسي وهو شلل دماغي نتيجة إصابة مجموعة الأعصاب فوق الهرمية والهرمية، فبتعمل للأسف الشديد بتعمل مستويات معينة من الإعاقة الحركية، ومن ضمنها أن سلوك المص قد يكون له ضعف في هذه القدرة، فما يرضعش بالصورة السليمة. وإحنا عارفين أن هذا السلوك كمخطط بينبني عليه أشياء كثيرة بعد ذلك. بينبني عليه علاقته بالعالم، هل هي علاقة آمنة أو غير آمنة؟ بينبني عليه أن علاقة التغذية الأساسية كمصدر من مصادر الأمان. بينبني عليه أن التفاعل أثناء عملية الرضاعة بين الطفل والأم هي تفاعل اجتماعي. بينبني عليه أن هذا السلوك يقوي الجهاز العضلي الخاص بالفم وينظم عملية الشهيق والذفير مما يسمح بالكلام بعد كده. إذا فهذا المخطط لو ما اتبناش من الأول، فنبقى عارفين إن هيكون عندي نمو عقلي متأخر. بعد ذلك تأتي عملية التمثيل وعملية الموائمة. إذا التمثيل الأسيميليشن وعملية الموائمة الأكوموديشن، التمثيل عملية اكتساب المعلومة من البيئة وتمثيلها داخل المعرفة السلوك الموجودان داخل الفرد. يبقى أنا بكتسب المعلومات وبهضمها وبتعامل معها. أما الموائمة فهي عملية تغيير في المخطط. تغيير في المخطط يعني ايه؟ تغيير في المخطط، عندي المخطط القديم كان بيصلح للتعامل بمستوى معين من النجاح، لكن لازم في مرحلة ما هيبقى عندي، لو خدنا المثال بتاع سلوك الرضاعة وما يمكن أن ينبني عليه فيما بعد من قدرة على إنتاج الأصوات،
هنلاقي إن هذا المخطط المبني على السلوك العضلي للفم يمكن أن يتوائم بعد كده في عملية المضغ والبلع، ويمكن أن يتوائم في عملية إصدار الأصوات وإصدار النغمات. إذا ظهرت أهداف جديدة يمكن أن المخطط القديم يتم تعديله. هناك 4 مراحل أو فترات من النمو المعرفي عند بياجي. أول حاجة نلاقي أن بياجي وصف مراحل عملية النمو العقلي عند الإنسان، وقال أولا تحدث التغييرات داخل كل مرحلة، وهذه التغييرات بتكون تغييرات كمية وخطية. معنى إنها كمية وخطية يعني إن كل مرحلة، يعني على سبيل المثال مرحلة الجنين، مرحلة ما بعد الولادة حتى سن سنتين وهكذا، كل مرحلة يتم فيها أو يتعر أو يعني يتسم فيها النمو المعرفي عند الإنسان بأنه تغيير كمي وخطي. معنى إن هيبقى في المرحلة الأولى هيبقى عندي شدة التغيير 5، ألاقيها 15، ألاقيها 20، فتاخد كأنها زيادة كمية وفي اتجاه واحد، كمي وخطي. أما التغييرات من مرحلة إلى أخرى فهي تغييرات كيفية، بمعنى إن الطفل الذي لم يكن يستطيع الوقوف والمشي في مرحلة أخرى هيستطيع الوقوف والمشي، يبقى التغيير هنا حصل كيفي ونوعي. كل يبقى التغييرات داخل المرحلة لازم يكون النمو قابل للقياس كميا، قابل للقياس كميا. أما التغييرات من مرحلة إلى أخرى فهي تغييرات كيفية ونوعية، يعني في نوع المهمة أو نوع القدرة المعرفية. هذه التغييرات دائما تتبع تسلسلا للتقدم من مرحلة إلى أخرى. كل مرحلة لها مخططاتها الخاصة بها التي يتم موائمتها وتغييرها على مستوى كل مرحلة بعينها. طيب نفهم الكلام ده ازاي؟ نفهم الكلام ده ان انا كاختصاصي متعامل الجانب التطبيقي، كاختصاصي متعامل في الشؤون الصحية ومع الأطفال في مختلف مراحل نموهم، لازم أن نكون عارفين إن رقم واحد في تغييرات داخل المرحلة كمية وخطية، أي أن الزيادة في القدرة بتبقى زيادة في شدة هذه القدرة وتستمر في صورة تزايد كمي خطي. من مرحلة إلى أخرى فإن التغييرات كيفية. نقطة تانية، كل مرحلة تعتمد على المرحلة التي تسبقها، وهذا بمعنى أن هناك تسلسلا للتقدم. يبقى ما ينفعش إن الواحد يقفز من مرحلة كنضج، يقفز من مرحلة نمو إلى مرحلة أخرى بدون أن يكتمل نضج المرحلة التي عليها، وإلا سوف يواجه بمشاكل نمائية فيما بعد. مراحل النمو المعرفي عند بياجيه هنلاقي إن عندي المرحلة رقم واحد، دي المرحلة الحس حركية وهي من لحظة الميلاد حتى سن 2، وفي مرحلة ما قبل العمليات وهي من سن 7 سنتين إلى 7 سنوات، هناك مرحلة العمليات العيانية وهي من سن 7 إلى 11 سنة، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة التفكير الصوري وهي مرحلة من المراهقة وحتى الرشد. وهنعرف معاني هذه المراحل الأربعة ومواصفاتها وفائدتها التطبيقية في العمل الحالي. المرحلة الأولى اللي قلنا عليها مرحلة النشاط الحس الحركي sensory motor milestone أو مرحلة النمو التي تمتد من الميلاد حتى نهاية العام الثاني من عمر الطفل. هذه المرحلة تنقسم إلى عدة مراحل، وهي أكثر هذه المراحل تعددا في خطواتها، ومرحلة فيها النمو متسارع. تبدأ أولا بمرحلة المخططات الوراثية،
المخططات الوراثية اللي هي فيها المظاهر النمو البيولوجي الصحيحة، اللي هي مخطط المص، الإخراج، التعلق والتشبث، وتظهر فيها مظاهر التعلم الشرطي. معنى كلمة تعلم شرطي هنا أنه يستجيب لمثير من البيئة. معنى كلمة التعلم الشرطي أكتر تحديدا إن هيبقى عندي استجابات فسيولوجية لمثيرات بيئية، أي أنها تظهر بأشراط معينة في البيئة تحديدا أكتر. لو خدنا مثال عند الجوع، لو خدنا مثال عند الجوع، عند الجوع المفروض أن يستفاد عند هذا الطفل مخطط وراثي خاص بالمص وخاص بالتعلق، ثم بعد ذلك هذا المخطط ماذا يحدث؟ الطفل عند الجوع يبدأ بعملية الإقبال ثم فتح الفم ليتشبث أو يتعلق بالثدي. طيب، نتيجة لشعوره برائحة الأم أو شعوره بطريقة معينة في حمل في طفلها، سوف نلاحظ أن الطفل عندما يشعر برائحة الأم أو اقترابه أو أنها تحمله بطريقة معينة، فهو يبدأ في التوجه كأنه يريد أن يطعم. كل هذه تعتبر مظاهر تعلم شرطي. ليه؟ لأن المثيرات لم تكن هي المثيرات الطبيعية لكي يقوم الطفل بالاستجابة الخاصة بالتعلق بالصدر وعملية المص. هذه مظهر من مظاهر أن الطفل يمر بمرحلة نمو هي مرحلة مخطط وراثي، وهذه المرحلة يمر فيها بعافية، أي مرحلة صحيحة وسليمة. طيب، إذا ما ظهرش عند الطفل مثل هذه الإشارات، يبقى لازما نأخذ في الاعتبار أن هناك مشكلة خاصة بالنمو المعرفي. مرحلة التكرار الآلي للاستجابات، وهي تبدأ من شهر واحد وحتى 4 شهور. هنا بيكرر الطفل المخطط الوراثي مرات عديدة. تكراره للمخطط مرات عديدة بيدي ثبات لهذا المخطط. طب وإذا كانت في أخطاء، بتبدأ تظهر عنده تعديلات. فإذا كانت عنده أخطاء في تنفيذ مخططات وراثية أولية في خلال الفترة الأولى أو الشهر الأول، بيبدأ من خلال شهر إلى 4 شهور تشعر أن الطفل أصبح ماهرا في أداء المخططات الوراثية، يعني نفذها، كررها، ثم وضع تعديلات على المخطط الأصلي، أي عدل من سلوكه فأصبح أكثر دقة وأكثر مهارة وأكثر نجاحا. في هذه المرحلة أيضا بيبدأ يظهر نوع من الترابط والتآزر بين المخططات، يعني مخطط المص مع مخطط التعلق، مخطط التشبث بالأم عند رغبتها في الخروج. كل هذه الأشياء أشياء في منتهى الأهمية، يجب أن يتم ملاحظتها كي نعطي قرارا أن الطفل يمر بمراحل نمو طبيعية. في هذه المرحلة تبدأ عملية التمييز بين عمليتي التمثيل والموائمة. إذا المراحل السابقة كانت الطفل بيبدأ يستجيب لمثيرات البيئة، ثم يستجيب لها حسيا وحركيا، وهذه الاستجابة الحسية الحركية بيقوم بمعالجتها لتعديل المخططات، كل ذلك كي يتم استخدام هذه المخططات للاستجابة مستجدات وحوادث بيئية قد تمر به. مرحلة التكرار الإرادي للاستجابات المتعلمة بتبدأ من 4 لـ 8 شهور، وفيها هنا هتظهر القدرة على توقع آثار ونتائج هذه الاستجابات. بمعنى لو هو هيبدأ يتحرك برفع اليدين، فهو يتوقع دائما أنه سوف يتم حمله،
او لما تقبل الام عليه فهيبقى عنده توقع ان هو سوف يلاعب او هيطعم او كذا، فيهدأ ويسكت او يفرح ويبتسم. تظهر في هذه المرحله ايضا بدايات المحاكاه، وخاصه بالنسبه للسلوك الصوتي، في منتهى الاهميه عمليه تكرار المناغاه مع الطفل في هذه المرحله، و بتؤدي الى ان المرحله التي تليها من مراحل تآظر المخططات المتعلمه، اي ان كل استجابه تم تعديلها وتم اثبات نجاحها بيبدأ ربطها باستجابات اخرى حتى يتم التعامل بكفاءه مع البيئه، ويظهر نجاح وكفاءه التمثيل المعرفي للمعلومات. من سن 8 إلى 12 شهر هنا بيكتسب الطفل القدرة على التمييز بين الوسيلة والغاية، وهنا إصدار حركات لتحقيق هدف معين، ودي ممكن نشوفها بالفعل في أطفالنا بطريقة مبهرة وتستثير الإعجاب طالما هو بيمر مرحلة النمو الطبيعي. فإذا من سن 8 إلى ما يقرب من اكتمال العام الأول، هنا بيبدأ الطفل يميز بين الوسيلة والغاية. على سبيل المثال، هل الطعام وسيلة أم غاية؟ وهنا هيبدأ يتصرف حركيا لتحقيق هدف معين. فعلى سبيل المثال هتلاقي الطفل في السن ده بدأ يتعامل مع المخطط الوراثي كأنه مصدر المعلومات، بمعنى ممكن يبدأ يشيل الألعاب الخاصة بها ويبدأ يتعرف بها عن طريق الفم، عن طريق الإمساك بكلتا اليدين، عن طريق ما أعتقدش إن في السن ده هتظهر عملية الشم بصورة واضحة كأحد الوسائل في جذب المعلومات، لكن ممكن الأشياء اللي هي ذات حرارة أو ذات برودة، ذات طعم حامضي أو ذات طعم قلوي. تبدأ في هذه المرحلة أيضا القدرة على التمييز بين الذات والعالم، لكن خلي بالنا من هنا إن هذه المرحلة هي مرحلة تمركز حول الذات، يعني مفيش تمييز واضح بين الذات والعالم، هيظهر مفهوم بين الواقع والحقيقة والابتعاد تدريجيا. يبقى كل ما هو دون ال 12 شهر هيبقى فيه إلى حد ما إحساس بأنه مركز العالم، وأن الأمور التي تدور حوله هيتم فيها نوع من الخلط، هيتم فيها نوع من الخلط. بتبدأ في هذه المرحلة كبداية وليس كاكتمال نضج. 3 حاجات: التمييز بين الذات والعالم، ظهور مفهوم الواقع والحقيقة، والابتعاد تدريجيا عن التمركز حول الذات. يبقى مرحلة التكرار الإرادي سوف تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة تكرار بهدف التجربة، ودي من 12 شهر إلى 18 شهر. طبعا سن بيبدأ الطفل فيه في بالوقوف، يبدأ يتحرك، تآزرت المخططات كي يستطيع أن يتحرك من مكان إلى مكان. إذا يظهر الطفل اهتماما بالأشياء الجديدة وينوع حركاته ويراقب هذه الحركات، يعني يقف وبعدين يفقد توازنه ويقع، ويبدأ يراقب ويقيم نوع الحركة ومدى نجاحها. هنا هيزداد مفهوم الواقع والحقيقة والموضوع والشيء. المفاهيم الفلسفية اللي قالها لنا بياجيه هي مفاهيم في منتهى الأهمية. هو يريد أن يقول إن تقييم الطفل لقدراته في هذه المرحلة غالبا ما تصطدم بالحقيقة، فهو يظن في نفسه القدرة على الوصول، ويضع لنفسه موضوع للاهتمام، ويحاول أن يجد الوسائل للوصول، لكن بيصطدم دائما بحقيقة أن قدراته تحتاج إلى مراجعة ومراقبة وتعديل. في هذه المرحلة تزداد رغبة الطفل في استطلاع الأشياء الجديدة كنوع من دافعية الاستكشاف. إذا دي مرحلة من 12 إلى 18 شهر. مرحلة تمثيل المخططات، أي بقى يعني هنا المخططات بدأت في
في الاندماج والانصهار، ودي من 18 شهر ل 24 شهر. هنا في هذه المرحلة من سنة ونص إلى سنتين هتبدأ اللغة في الظهور، وهيبدأ الطفل يكون مفاهيم، هي مفاهيم بسيطة ومفاهيم ملموسة وعينية، عشان كده بنسميها بتهتم بالصور اللفظية للأشياء. في هذه المرحلة بتبدأ تنمو ذاكرة الأحداث والأفعال والذاكرة المكانية، لكنها قد لا تستمر. هنا ذاكرة أحداث وأفعال وذاكرة مكانية، لكن طالما لم تغلف هذه الذاكرة بمنظومة لغة قوية فلن يستطيع إلى حد كبير أنه يسترجعها أو يتذكرها. لكن هذه المقصود بهذه الذاكرة هي ذاكرة مدمجة، ما بيكونش لها توصيف منظم لغويا حتى يسهل تذكرها، لكنها بيبدأ في التعامل معاها كأنها ذاكرة أوتوماتيكية وليست ذاكرة إجرائية، ذاكرة فعلية. وفي هذه مرحلة تنمو سلوكيات مثل حل المشكلات بالدوران حول العائق، ودي برضو من ضمن الأشياء المهمة جدا اللي بتظهر في المرحلة دي، إن هو إزاي يتجنب العائق. وحاولوا تجربوا طفل صغير من سن 18 شهر إلى 24 شهر، وتعالى كده حاول هو يتحرك وانت اقف قدامه وشوف هو بيعمل دوران من حولك، أي أنه فهم أن هناك مساحة للمناورة كي يصل إلى ما يريد الوصول إليه. المرحلة الثانية، في مرحلة التفكير السابق على العمليات تمتد من سنتين إلى سن 7 سنوات، فيها الطفل يتحول من الاعتماد على الفعل مثل التعلق أو التشبث إلى توظيف تمثيلات عقلية لهذه الأفعال أي الفكرة. ومع ذلك فالطفل في فترة ما قبل العمليات دائما لا يوجد لديه أو لم يتطور لديه جهازا متخصصا لتنظيم هذه الأفكار اللي هو قلنا اللغة. على سبيل المثال يفكر الطفل أننا لا نراه رغم أننا محيطين به طالما هو لا يرانا، وده بيعكس أن هو سيلف سنترد أو ايجو سنتريك أو متمركز حول ذاته. هذه المرحلة تتكون من مرحلتين، مرحلة ما قبل المفاهيم، وهنا بيفتقد الطفل في هذه المرحلة إلى المفاهيم وخاصة مفهوم الفئة ومفهوم العلاقة العضوية اللي هو قدرته على التصنيف ده المفهوم، حيث يتميز التفكير في هذه المرحلة بأنه نقطة متوسطة بين مفهوم الشيء منضدة ومفهوم الفئة مناضد ذات 4 أرجل. يبقى مفهوم الفئة أن كل ما هو يمكن أن يوضع على 4 أرجل يعني يبقى منضدة، لكن هنا لا يستطيع الطفل التمييز بين الشيء ومفهوم الفئة. مرحلة التفكير الحدسي، هنا التفكير بأنه يميل للاستجابة لأحد جوانب الموقف اللي هو الحدث. هنا الاستجابة بتكون مرتبطة بالمثير ومحدودة بطبيعته، بمعنى إن الطفل بيبقى مركز على نقطة واحدة في الموقف. تحاول تشتته توديه إلى نقطة أخرى، أحيانا يتسم بالعناد وعدم المرونة أو القدرة على تعديل اتجاهه. تفكير الطفل في هذه المرحلة يظل محكوما بالإدراك الحسي، وقد يترتب على ذلك ما يعرف أو ما اكتشفه بياجي بمفهوم الثبات أو بقاء الكم. في هذه المرحلة قد لا يدرك الطفل إن لو حطينا 100 سنتيمتر من الماء في أنبوبة هي هياها لو حطيناها هي هي نفس الحجم بتاع 100 سنتيمتر من الماء في طبق. استحالة هيقولك إن الاتنين متساويين، لأنه هيشوفها مرتفعة جدا في الأنبوبة وهيشوفها مسطحة في الطبق على سبيل المثال. هو بيعتبر من أهم الاكتشافات إن هو مبدأ بقاء الكم بيقول إن أو محدد بالصيغة أن بقاء الكم هو يقوم الطفل بقياس أحد الأبعاد الأساسية من الوزن أو مقدار أو كتلة، وذلك لا يتغير إلا بالتغير في هذا البعد ولا يتأثر بالتغير في بعد آخر. الفكرة بتاعت مبدأ الكم اللي صاغها بياجيه
بيقول إن تفكير الطفل في هذه المرحلة بيتسم بالتأثر بالتغيرات في نقاط التثبيت أو التمركز. يعني إذا كانت نقطة التثبيت اللي إحنا بدأنا بيها إن الماء في أنبوبة سعتها 100 سنتي أو 300 سنتي أو كذا أو كذا، هنا هو تثبت عند أن هذه السعة هي وحدة القياس. فلو رجعناها للطبق هيقولك لا، ده مش ممكن تكون بنفس الحجم، لأنه دايما كان عامل نقطة تثبيت سابقة وبيقيس عليها. المرحلة الثالثة في فترة العمليات العيانية أو المحسوسة The Concrete Operational Period تمتد من 7 سنوات إلى 11 سنة، وهذه الفترة تتميز بالتقدم في 3 مجالات هامة من النمو العقلي: المحافظة، التصنيف، والتسلسل أو الترتيب، وانتقال أثر التعلم. دي من سن 7 إلى 11 سنة، وخلي بالكم إن هذا السن هو سن المدرسة وسن المرحلة الابتدائية. إذا لازم أن نكون واعيين جدا إن الـ3 مفاهيم دول نعرفهم أنهم مفاهيم الاستعداد للمدرسة. لو الطفل ما بيقدرش ينفذ مهامه المعرفية وقدراته المعرفية في إطار الـ4 حاجات دول، هيبقى عنده مشكلة كبيرة في الاندماج في العملية الأكاديمية أو العملية المدرسية. بالنسبة للمحافظة، أول هذه المجالات وتختص بالقدرة على تحويل خصائص الأشياء، ويمكن للقارئ استيعاب ذا المفهوم من الشكل. إحنا زي ما إحنا شايفين دلوقتي عندنا الأطفال دول، وإحنا قدامنا الأطفال دول، وإحنا بنقول له آدي كمين من الكم، كمين لو جينا هنا بالسهم نشوف مع بعض كده، آدي إنا أين فيهم نفس مقدار الماء. خدت أحد الإناءين اللي هما المفروض متساويين وصبيناه في إناء أو في أنبوبة طويلة، وبعدين بدأنا نسأل الطفل سؤال ونقول له أيهما أكبر حجما أو أيهما يحتوي على قدر كبير من الماء، هيشاور في هذه المرحلة وتعتبر استجابة سليمة بنسميها استجابة المحافظة، هيشاور على الأنبوبة اللي فيها المية. التصنيف، وهي قدرة مسؤولة عن تجميع وتصنيف الأشياء المتماثلة، وهنا يرى بيجي أن هذا الأداء الناجح يتضمن الوعي بشكل ما، يعني بيبدأ يقدر يصنف ويربط بين صفات وخصائص الأشياء. فلو قلنا مثلا الكلاب والقطط، تمام كده؟ طيب هو مش هيقدر يقول إن أنا عندي أنواع فرعية من الحيوانات، هيقول دول كلاب ودول قطط، لكن من المفترض إن في مرحلة ما من هذه المرحلة إنه يعمل ترانسفورميشن، يقدر يجمع الكلاب والقطط في تصنيف أعلى وهو الحيوانات. وهنا بدأ بيجي يقول لنا إن هذا المبدأ الخاص بالتصنيف وتصنيف الأشياء المتماثلة لا يمكن أن يتم إلا عبر عمليات معرفية سليمة. ليه؟ لأن أنا دلوقتي المفروض إن أنا أرى الأشياء والموجودات، ببدأ أعمل عملية جروبينج، أعمل تجميع، بأجمع النباتات لوحدها. طيب هي النباتات كلها شكل واحد؟ لا، بضطر أجمع لصنف الأصناف الأكثر تشابها مع بعض، وبعدين أبدأ أفترض أن هذه المجموعات تجمعها صفة، والصفة أنها نبات، لكن ممكن أقول ده هذا الشجرة دي خاصة شجرة نبات القمح، نبات الطماطم، نبات السافانا، نبات الشجر، نبات وهكذا. لكن هنا عندما أصل إلى تصنيف أعم، هذا التصنيف بيبقى أقدر أوصل منه للتصنيفات الفرعية. كل هذه العمليات تتم في دماغ الطفل وتعبر عن نمو معرفي سليم. إن أنا أقدر أعمل جروبينج وأعمل كلاسيفيكيشن، والجروبينج والكلاسيفيكيشن دول أقوم أعمل بينهم روابط معينة فتديني فئة تجمع كل هذه الجروبات، تجمع كل هذه و يعني دي عملية عقلية بحتة.
الترتيب والنقل هما عمليتان منفصلتان لكنهما مهارتين مرتبطتين. ولو شفنا قدامنا الرسمة اللي احنا عمالين نرسمها اللي رسمناها دي في شكل A وده التوزيع B، هنا هنلاقي ان هذه العصاي مرتبة من الأكبر للأقل أو من الأقل للأكبر، لكن كان ممكن أبدأ أعمل بدائل لهذا الترتيب حسب توافر هذه. إذن هذا أقدر أنقل وأرتب، مميزة من مزايا المرحلة الابتدائية. وهتلاقوا معظم مناهج المرحلة الابتدائية فيها هذه العملية بأنشطة مختلفة، لكنها كلها أنشطة هدفها حاجتين، ان انا اعمل تنشيط للنمو واعمل تنشيط للعمليه المعرفيه عشان اهيئه للدخول للمرحله التي تليها، وهيئه ان هذه العمليات تساعده في حل مشكلات فيما بعد. وفي نفس الوقت اذا الطالب او التلميذ واجه صعوبه في التعامل مع مهاره الترتيب والنقل، اذا هقدر احددها واقدر اعليها فيما بعد. المرحله الرابعه وهي مرحله العمليات الصوريه الفورمال اوبريشنال، ودي فترة المراهقة والرشد، وتشتمل على صياغة واختبار الفروض في مقابل الواقع. هنا اختبار، هنا نتصور مسطرة التوازن يوجد عليها مجموعة من الأوزان، مسطرة وبتبقى على نقطة ارتكاز في الوسط وعليها مجموعة من الأوزان. هبدأ أنقل هذه الأوزان من مواضعها على جانبي المسطرة، والهدف الوصول إلى توازن المسطرة. هنا هبدأ في عملية نقل الأوزان وأغير مواضعها أو أحرك الأوزان بعيدا أو قريبا من المركز، يعني بعمل عمليتين. دي تعبر عن تفكير صوري، تفكير منطقي، تفكير عملياتي. بمعنى آخر فإن العمليات الصورية تتويج لجهود التفكير المتواصلة والمستمرة من أول ما الطفل بدأ يتعامل مع العالم، وهي بتنظم وتستخدم النظم الخاصة بمدركاته، وبيبدأ في فترة المراهقة عملية تكامل بين العمليات المحسوسة والعمليات المجردة. التفكير الصوري أو المنطقي تفكير منظم لا يخضع لمبدأ المحاولة والخطأ، لأنه خلاص استقر في صورة قواعد وصورة تصور عن العالم. هذا التفكير الصوري يتخطى واقع العالم الحقيقي إلى عالم افتراضي أو أفكار مجردة، زي أفكار زي الحق والجمال وال سعة التفكير تسمح بعمل العلاقات بين المثيرات المتباعدة زمنيا ومكانيا. وهنا احنا بنتكلم عن نوعين من التفكير، تفكير تباعدي وتفكير تقاربي. التفكير التباعدي ده تفكير ابتكاري، تفكير بيدي حلول مبتكرة، أشياء ليست لها علاقة ببعض قد نصل إلى رابط بينها لحل المشكلة. والتفكير المتقارب أو التحليلي هو أحد أنواع التفكير أيضا الذي يشتمل عليه التفكير الصوري. لا يقتصر التفكير على المسائل العقلية، فالميل للتفكير المجرد والفرضي مثل التفكير في المسائل الأخلاقية زي ما اتكلمنا يتسع ليضم العمليات العاطفية والاجتماعية. التفكير المجرد اللي هو قائم على التصنيف وقائم على الترتيب وقائم على المفهوم، تكوين المفهوم، هذا التفكير المجرد يتوقع بتوقع النتائج والعواقب وعمل خطط طويلة المدى، أي يستطيع أن يكتشف نقاط القوة ونقاط الضعف ويتوقع كيف يمكن أن يفترض حلول لهذه المشكلات. تمثل فترة العمليات الصورية آخر مراحل النمو العقلي وسقفه، فقد سار الطفل مشوارا طويلا من المنعكسات البسيطة اللي هو تعلم شرط الحديث الولادة إلى الأفكار المبتكرة والباهرة عند المراهقين والراشدين. وتعد ميزة قوية لنظرية بياجيه أنها صاغت التقدم الطبيعي والمنطقي للنمو المعرفي. نقد النظرية، لا توجد نظرية أو يوجد إنتاج فكري لم يتعرض للنقد. النظرية صلبة وناجحة، لكن بحوث جان ميندلر أشارت أن التفكير التصنيفي أو إدراك المفاهيم بل والتنسيق بين النظامين يظهر في مرحلة أبكر لدى أطفال في عمر 4 شهور. والغريب في الموضوع أن بالفعل البحوث الحديثة اكتشفت أن الأطفال في العام الأول بتظهر لهم مستويات تفكير
واتجاهات نحو العالم وإحساس بالحق والعدل. وده شيء في منتهى الغرابة أن هذا الدماغ قد يمتلك قدرات تفهم اجتماعي، قدرات معرفية لم تكتشف في الأعمار الصغيرة نتيجة عدم قدرتنا على استخدام أدوات ملاحظة مناسبة. بعض الباحثين لاحظوا قدرة الأطفال الرضع في سن شهر على التمييز بين الأشياء عن طريق الفم. إذن في مستوى معالجة أعلى لدى هذه الفئة. ماندلر أيضا قالت إن القدرة على تكوين المفهوم اكتشفها علماء النفس اعتمادا على سلوك الحركة أو الحس حركة، لكن يجب أن نوسع من مداركنا ومن أدواتنا كي نستطيع أن نبتكر أدوات أكثر دقة كي نستطيع تحديد أوجه القصور في تكوين المفاهيم عند الطفل. بمعنى نحذر من تكوين فكرة نتيجة قصور حركي ونستدل منها إن في قصور مفاهيمي أو معرفي. يؤدي هذا النقد إلى تصور جديد حول امتلاك الأطفال لقدرات مبكرة، أبكر كثيرا من فروض نظرية دي. شكرا جزيلا، وإلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة عن الوعي والإدراك. للاستفسار والتساؤلات mustafa.ldeeb@fart.bu.edu.eg، على الواتساب 010-218-1499، وعلى صفحتي على الفيسبوك زي ما هي زي ما انتم شايفينها. أشكركم شكرا جزيلا لحسن استماعكم، ومنتظر استفساراتكم.